دول الجد ويا اما المستصل الالكترون عندنا 13 او 14 فقط. احنا محاضرين ناحيه العظيم من القرى الموجوده بناحيه العظيم، وكلها تعرف القرى والنواحي مال العظيم اللي صار بيها من تهجير واللي صار بيها من اضرار. احنا طبعا 163 محاضر اذا مو اكثر، احنا اللي سادين الشواغر، وعندنا مدارس هي فقط مدير واحد واعتمادهم الاول والاخير على المحاضرين. المحاضر يدخل ياخذ من صف اول لحد صف الثالث ابتدائي، وللعلم عندنا نطلع نسب والحمد لله وشكر، بس احنا اللي نطالب به اليوم احنا بداخل مجلس محافظه زياله نطالب بي يكون لنا اجور نقل حالنا حال المحافظات البقيه حتى اقلها يثبت اسمنا بوزاره الماليه، لان حتى من نطلع باي حق انا اطلع اروح انا كبنيه اطلع اروح لناحيه العظيم او اروح للقرى مال محافظه العظيم واني ما عندي ضمان حق انه انا باشر عقبه يصير ما يصير علي، انا ما حد يعرف اني شنو هناك. بصراحه احنا بعد هذا الجلسه اللي صارت اذا ما استجاوبوا المجلس او الاعضاء او اي شخص استجاب الطلب مطلبنا، ال 132 محاضر اللي فاتحين مدارس العظيم راح يعتزون عن الدوام والمدارس تغلق. احنا للاسف الشديد سنويا هيك ايام نقع في مشكله، لان كادر ما عندنا نقص بعد العوده من النزوح بعد 2014 بدينا نعاني بهاي سنويا كل بدايه موسم نعاني. تعرف اغلب المدارس معلميها ومدرسيها من القضاء او من المحافظه سووا نقلهم من قبل، اليوم مدارس اصبحت خاليه من المدرسين والمعلمين. استعانينا بالمحاضرين، محاضرين صارت 3 سنوات يحاضرون مجاني، للاسف الشديد ما حد نظر بموضوعهم، هاي صارت 3 سنوات كلها وعود ووعود كاذبه. احنا